صراحة أنا كل الألعاب الذي كنت ألعبها كلنا ألعاب عنف، كلنا يعني حروب ومغامرات، قليل سيارات، لكن تعايش سلمي هذا بصراحة يعني ما قد مرت عليها أبدا. يمكن هذه أول لعبة تماما، حتى في التلفون، في البلاي ستيشن، في هذه الحاجات كلها. الإيجابية اللعبة ممتعة، فيها تركيز، فيها تفكير، مش لعبة مملة. بالإضافة إنه الحس اليمني موجود بشكل واضح على اللعبة. حتى أعتقد بدون منصحة ما يبصروني واصل ألعبها. أي شيء هذه اللعبة ما هي؟ هم لما حتى مجرد حتى ما يبصروني، مجرد يسمعوا الموسيقى يقولوا هذا الموسيقى حق إيش؟ ما يصدقوا شنو اللعبة.